قرر مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار كورتس اليوم تمديد نظام وقت العمل القصير الخاص بجائحة كورونا 6 أشهر إضافية. وقال كورتس أن تمديد العمل قصير الأجل بسبب وباء كورونا سيتم استمرار تطبيقه لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل. وذكر أن نموذج العمل قد تم تعديله من أجل جعله أكثر دقة ومنع سوء الاستخدام. ومن جانبها قالت وزيرة العمل النمساوية كريستين أشبخر أن سوق العمل سوف يستوعب ما يصل إلى 100,000 مواطن من خلال إعادة التدريب مع التركيز بشكل خاص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. أعلنت وزارة الصحة النمساوية أنه تم تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة. وقال بيان لوزارة الصحة إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 20,850 حالة، وقد تعافى منها 18,528 حالة، بينما توفي 716 حالة. وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 94 حالة، منهم 20 حالة في العناية المركزة. ولفت البيان إلى أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 81 حالة، يليها النمسا العليا 31 حالة. قضت محكمة نمساوية بالسجن 18 عاما تقريبا على رجل يبلغ من العمر 29 عاما لمحاولته قتل زوجته السابقة بقنبلة منزلية الصنع العام الماضي. وحكمت محكمة في كلاكنفورت على زوج المرأة السابق بالسجن 17 عاما وثمانية أشهر، فيما قضت المحكمة بالسجن 16 عاما على شريكه البالغ من العمر 29 عاما أيضا لمساعدته في تنفيذ الهجوم. وطبقا لجلسات المحكمة، قام الشريك في أكتوبر الماضي وهو أحد أفراد الجيش بوضع الطرد خارج منزل المرأة ودق جرس الباب ثم هرب. وقام الزوج السابق والذي خدم أيضا بالجيش في الماضي بتفجير العبوة عن بعد، وأصيبت الضحية بجروح خطيرة. أفاد تقرير اقتصادي بأن التدابير الاحترازية التي طبقتها الحكومة منذ نهاية مارس الماضي لاحتواء وباء كورونا ستسهم في انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة ب 9.9% حتى نهاية العام. وأوضح التقرير الذي أنجزه المعهد النمساوي للبحث في المجال الاقتصادي أن تراجع حدة الآثار السلبية للتغيير المناخي يرتبط في جزء كبير منه بتغيير القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وعزى بشكل رئيسي إلى تراجع احتراق الوقود الأحفوري بمجموعة من الصناعات، إضافة إلى تأثر قطاعات السياحة والخدمات والصناعات التحويلية.